تقدر تطفو؟ ويش بيكم يا معودين صدق كذي؟ شباب من رخصتكم، احنا اليوم تعبناكم استاذ علي، تعبتك وياي خلال العمل، كرار همين الفورمان اللي موجود هنا. يمكن اليوم تعلمت اني شغله من الشباب او مجموعه اعمال، لانه وصول البيت لهذه النقطه وهذه المرحله تقريبا بالفينشنج والنهايه هو بحد ذاته مهمه كل الصعبه. تعاون الشباب ويا ان كانوا مهندسين او فورمانيه او حتى عمال او حتى العمال اللي يجون من مكانات ثانيه، على هذا الشيء ممكن اني راح اختم هنا بهذا المكان وننتقل الى مكان ثاني حتى نكمل حلقتنا الخاصه بالحياه بين العمال والمهندسين بالمجمعات او حتى بالمشاريع اللي موجوده بالعراق. فتعالوا وياي. المشاريع الضخمه تحتاج هواي امور، من اهمها دعم الحكومه ودعم الجهات المعنيه لهذه المشاريع، العمل بحرية وأريحية للعمال، وتوفير البيئة المناسبة من سكن مناسب وطعام مناسب، وكذلك توفير ضمان صحي واجتماعي لهذه الشريحة، يعتبر من أهم الركائز الرئيسية بنجاح هذه المشاريع. شاهدينا بعد أن كملنا الحلقة لهذا اليوم، يمكن كان عدة أهداف حلوة حققناها، قدرنا أنه أول شيء نشوفكم حياة العامل، حياة المهندس، تواصل بين العمال والمهندسين، بالإضافة إلى الأيد العامل اللي قدرنا نرفدها بآلاف الوظائف اللي موجودة مثل هكذا مشاريع، وبالتحديد أيضا لما نقدر نشوف على أيد اليسرى المشاريع شلون خلت الصحراء تصير، وعلى أيد اليمنى الصحراء اللي هي بعدها. ممكن بعد سنوات لما نجي لهذا المكان ونشوف المدينة كبرت، بنفس الوقت الشباب اللي موجودين هنا من التزمين أو كامشين أعمال أكبر من هذا الشيء، هو هذا اللي حققناه أو الهدف اللي قدرنا نحققه بهذه الحلقة. بالأخير إن شاء الله أشوفكم بحلقة ثانية وباستكشاف ثاني، ومع السلامة.